السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنشتغل أول درس حساب مثلثات اللي هو المتطبقات المثلثية. الدرس ده يا باشمهندسين فيه شوية قوانين هنستنتجهم مع بعض ونطلعهم، وهنحتاج برضو الترم الأولاني يعني إيه قا ويعني إيه قتا ويعني إيه زطا. يا رب تكون افتكرتهم. الأساس في درس النهاردة هو دايرة الوحدة. أفكرك بدايرة الوحدة. دايرة الوحدة دي دايرة كان مركزها نقطة الأصل، وكان طول نص قطرها واحد. نص القطر كان بيعمل زاوية اسمها سيتا. كانت النقطة دي عبارة عن سين وصاد، وكنا بنسمي السين جتا والصاد جا. خدنا المعلومة دي وعملنا درس النهاردة، قفلنا مثلث قائم وقلنا إن دي السينات ودي الصادات. بما إن السين تربيع زائد الصاد تربيع بتساوي واحد، السين مكانها جتا يبقى دي جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا يبقى كام؟ بواحد. وده أول قانون معانا النهاردة. القانون ده احنا نقدر نطلع منه كذا قانون. يعني مثلا انا لو قلت دلوقتي ان جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، لو كنت وديت جتا تربيع سيتا الناحية التانية بإشارة مخالفة، مش كان هيكون جتا تربيع سيتا بواحد ناقص جتا تربيع سيتا؟ لو احتجتها اقدر اعملها كده. واقدر برضه اقول ان جتا تربيع سيتا بتساوي واحد ناقص جتا تربيع سيتا، لو احتجتها برضه اقدر اعملها كده. بس ما اقدرش اقول ان واحد زائد جتا، ما اقدرش اقول ان دي واحد زائد جتا. ليه؟ لان اللي معديها بإشارة مخالفة فهي هتكون سالب. في قانونين كمان يا شباب، ده كان واحد منهم وقدرنا قلنا ممكن نشكله زي ما احنا عاوزين. في قانونين كمان جايين منه. أنا كان معايا جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا كانت بتساوي واحد من دايرة الوحدة اللي هو القانون ده. لو أنا كنت قاسم على جتا تربيع سيتا كان هيديني جتا على جتا فيها كام؟ طب جا على جتا، طب واحد على الجتا، افتكر واحدة فيها تل بتيجي مع واحدة ما فيهاش تل، يعني واحد على جتا دي قاد. لو هي أس 2 بنحط أس 2، وده يا باشمهندسين القانون التاني، وبرضه تقدر تشكله زي ما أنت عاوز، إن هو بيساوي، تقدر تقول إن الظا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا ناقص واحد، لما عديت الواحد بإشارة مخالفة، تقدر تجيب منه إن قا تربيع سيتا ناقص الظا تربيع سيتا بتساوي واحد لو احتجتها. تقدر برضو منه تقول ان الظا تربيع سيتا ناقص القا تربيع سيتا في الاولى. انا قمت معدي الواحد بإشارة مخالفة، كله جاي من الاساس ده. هنا انا قمت معدي الظا بإشارة مخالفة اداني ده، هنا انا عديت القا وجبت الواحد مكانها يبقى دي هتكون سالب واحد. القانون الثالث والاخير هيجي منين؟ إن جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا اللي هي بواحد قانون دايرة الوحدة برضه. بدل ما كنت بقسم هنا على جتا، أنا هقسم المرة دي على جا، يبقى جتا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا. جتا على الجا فيها الزطا تربيع سيتا، جا على الجا فيها الواحد، واحد على الجا ما فيهاش ت، تيجي مع واحدة فيها ت، هتكون قتا تربيع سيتا. وده القانون الثالث، وتقدر تشكل منه ثلاث قوانين زيه زي اللي فوق بالظبط. اول قانون نقدر اجيبه ان اقول ان الزطا تربيع سيتا بتساوي قتا تربيع سيتا ناقص واحد. اقدر اقول ان الواحد بيساوي قتا تربيع سيتا ناقص زطا تربيع سيتا. أقدر أقول إن زطا تربيع سيتا ناقص قتا تربيع سيتا بتساوي سالب واحد. دول
الثلاث قوانين الأساسية. يبقى الدرس كله يا باشمهندسين بيمشي بثلاث قوانين. القانون الأول إن جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بيساوي واحد، ومن القانون ده أنا بقدر أستنتج قوانين تانية منه، يعني ما بنألفش حاجة، هو منه إن جا تربيع سيتا بتساوي واحد ناقص جا تربيع سيتا إن، جا تربيع سيتا بتساوي واحد ناقص جا تربيع سيتا. القانون التالي كان ز تربيع سيتا زائد واحد بتساوي ق تربيع سيتا، ومنها أقدر أقول إن ز تربيع سيتا ناقص ق تربيع سيتا بتساوي سالب واحد، وأقدر أقول إن ز تربيع سيتا بتساوي ق تربيع سيتا ناقص واحد، وأقدر برضه أقول إن ق تربيع سيتا ناقص ز تربيع سيتا بتساوي الواحد. القانون الثالث اللي هو ز تربيع سيتا زائد واحد بتساوي ق تربيع سيتا. الز تربيع اللي هي بتساوي ق تربيع سيتا ناقص واحد، أو إن الواحد بيساوي ق تربيع سيتا ناقص ز تربيع سيتا، أو ق تربيع سيتا ناقص ز تربيع سيتا بتساوي سالب. دول يا شباب القوانين اللي بستخدمها النهاردة. ده القانون الأساسي، ممكن أطلع منه دول، أودي دي بإشارة مخالفة أجيبها هنا، أنا بحدد بس قدامك إيه اللي متاح ممكن تقدر تعمله. في إثباتاتنا النهاردة كلها لو لقيت جاء أو جتا أو ظا أو قا أو قتا لهم أس، يبقى أنت هتستخدم قانون من دول. ملهمش أس هتفكهم، لو لقيت ظا هتفكها لجا وجتا، ولو لقيت قا هتفكها لواحد على جتا، ولو لقيت قا قتا هتفكها لواحد على جا. ونشوف المثال الأول. اثبت أن جا سيتا زائد جتا سيتا تربيع بتساوي واحد ناقص اتنين جا سيتا جتا سيتا. ده صيغة السؤال اللي بيجيلي في الامتحان، بقوم شايف أنا أقدر أحل إن هو، يعني هنا في قوس تربيع أقدر أفككه، إنما هنا مفيش حاجة أقدر أفككها، يعني الجا والجتا يا ريتهم كانوا قا وقتا، كنت شلت القا وحطيت قيمتها وقتا وحطيت قيمتها، يبقى أنا مفيش قدامي إلا قوس تربيع ده هو اللي أقدر أفكه. يبقى الحل هناخد الطرف الأيمن ونقول له الأول تربيع والتاني تربيع موجب الشرط المنتصف اتنين في الأول في التاني. هو جا تربيع زائد جتا تربيع على الجا أس اتنين هو الجتا، يبقى في قوانين من هنا يا أستاذ. تمام، أجيب الجا جنب الجتا، يبقى جا تربيع زائد جتا تربيع زائد اتنين جا سيتا جتا سيتا. الجا تربيع والجتا تربيع دول بكام؟ قانون من هنا أهو، دول بواحد يا أستاذ، زائد اتنين جا سيتا جتا سيتا. يبقى إذا الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. ز ميو زائد ز ميو بتساوي ق ميو ق ميو. أحل الكلام ده إزاي؟ يا أستاذ مفيش عليهم أس اتنين، خلاص يبقى أنا هضطر أفكهم. لو كان في أس اتنين كنت اشتغلت القوانين من هنا. يعني هتعمل إيه دلوقتي؟ بص يا أستاذ أنا هشوف الظا هي كانت إيه على إيه؟ الظا جا على جتا، يبقى دي جا ميو على جتا ميو، زائد الظا كانت جتا على جا يا أستاذ، جتا على جا. تعرف توحد المقامات؟ أفكرك كنا بنوحدها إزاي؟ بنضرب دول في بعض ونضرب دول في بعض ونضرب دول في بعض.
يعني جتا ميو في جاميو بجتا ميو جاميو، جا في جا بجتا تربيع ميو، جتا في جتا بجتا تربيع ميو. هنا ظهر أس اتنين، يبقى في قانون جتا ميو جتا لأي زاوية زائد جا لأي زاوية بتساوي كام؟ بتساوي واحد، بس بشرط، في شرط إن لازم تكون الزاوية دي نفسها، دي هي نفسها، أيوه يبقى واحد على جتا ميو جاميو، واحد على جتا اللي هي بإيه؟ بقاب. طب واحد على جا اللي هي القطب، وهذا المطلوب إثباته. إذن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. اثبت أن زتا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع سيتا هتساوي زتا تربيع سيتا جتا تربيع سيتا. هنعمل إيه؟ هناخد الطرف الأيمن يا أستاذ. خلي بالك مش شرط كل مرة الطرف الأيمن تحله تتحل، ممكن تحل الطرفين عشان تطلع. الزتا عبارة عن إيه؟ الزتا دي يا أستاذ عبارة عن جتا على جا. طب ما هو كده في جتا تربيع مشترك. هناخد الجتا تربيع مشترك، اتبقى واحد على جتا تربيع سيتا ناقص واحد. واحد على جا اللي هي بإيه؟ واحد على جا اللي هي بقطة يا أستاذ. طب بص لقوانينك، هو قطة تربيع سيتا ناقص واحد دي بكام؟ قطة تربيع سيتا ناقص واحد اهي، ده بتساوي يا أستاذ زطة تربيع سيتا. تمام، يبقى هنبدل دي ونحط مكانها زطة، يبقى الناتج جتا تربيع سيتا زطة تربيع سيتا، وهذا المطلوب إثباته. إثبت أن واحد على واحد زائد زطة تربيع سيتا ناقص واحد على واحد زائد زطة تربيع بيتا بتساوي جتا تربيع سيتا ناقص جتا تربيع بيتا. في هنا يا أستاذ أس ندور في القوانين يمكن نلاقي حاجة. ما واحد زائد ز تربيع يا أستاذ لها قانون بقا تربيع، يبقى دي واحد على قا تربيع سيتا. واحد زائد ز تربيع بيتا ما هو نفس القانون، تبقى واحد على قا تربيع بيتا. طب واحد على قا اللي هي بإيه؟ بجتا يا أستاذ. طب واحد على قا اللي هي بإيه؟ برضو بجتا يا أستاذ، بس زاويتها بيتا المرة دي. إذن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، وهذا المطلوب إثباته. إثبت أن واحد على واحد زائد زتا سيتا بتساوي زا سيتا على واحد زائد زا سيتا. هنتصرف في سؤال زي ده ازاي؟ هشيل الزطة وحط قيمتها، قيمتها هتكون واحد على واحد زائد جتا سيتا على جا سيتا. هوحد المقامات دي، ده تعتبر جا سيتا على جا سيتا. مقام المقام بسط، يبقى جا سيتا المقام اتوحد بقت جا زائد جتا على جا، مقام المقام يطلع فوق، يبقى دي جا سيتا زائد جتا سيتا. ده الطرف الأيمن. الطرف الأيسر همشي نفس الكلام، الزا دي إيه؟ الزا دي جا على جتا، جا سيتا على جتا سيتا، تنزل تضرب في اللي تحت، تبقى جتا سيتا في واحد زائد جا سيتا على جتا سيتا. هتبقى جا سيتا على جتا سيتا زائد جتا في جا على جتا، جتا هتروح هيبقى جا سيتا. إذن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر.
نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.